اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا بنرحب بلاعبتنا نجوم مواليد 2003 اللي حصلوا على كاس مصر للبطوله دي، بطوله 2003. والحقيقه مهمه البطوله دي ان احنا نحط عليها الضوء، لان اللعيبه دي كلها بتلعب مع الفريق الاول اللي عنده بطوله الدوري القادم باذن الله. بنرحب في البدايه بعلي عماد الدين نجم الفريق، اهلا بيك علي. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك بحضرتك. وبنرحب بكريم السجيني جول كيبر الفريق ومواليد 2003 ايضا، اهلا بك يا كريم. اهلا بحضرتك، منورنا والف مبروك. مرحبا، الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا علي، يمكن البطوله دي كانت مهمه واستعدت لهم الفتره يعني يمكن، والبطوله دي ساعات تتعمل وساعات ما تتعملش يعني، مش كل مش كل سنه بيعملها الاتحاد. كلمني استعدتوا البطوله ازاي دي قبل ما تلعبوها خالص. واحنا طبعا يعني هي البطوله احنا كنا كاسبينها 3 سنين على التوالي ورا بعض، وكان حصل دروب السنه الموسم اللي فات ما ربنا ما وفقناش فيها وخدنا مركز ثالث. مين اللي كسبها بقى؟ هليوبلس. هليوبلس واحنا يعني خسرنا منهم في السيمي فاينل ولعبنا على ثالث ويعني خدنا ثالث. فكان طبعا السنه فاتت اللعبه 2002 صح؟ ولا انتوا برضه 2003؟ لا لا، كانت لعبنا في كل سنه. برافو، صح كده مظبوط. بس فكان طبعا محتاجين ان احنا نعمل اعداد يعني مكثف جدا عشان نرجع للتوب تاني. تمام. بس والحمد لله طبعا يعني الجهاز الفني كان شغال معانا يعني جامد جدا الفتره اللي فاتت دي. كنا طيب كان في تمارين الصبح وبالليل. انتوا اتمرنتوا مع الفريق الاول ولعبتوا انتوا اللي قاعدين معايا في الاستوديو واللي معاكم اغلب الفريق 2003 كانوا مع الفريق الاول وساهمتوا في حصول كاس مصر. جينا انتوا المدير الفني معاكم مين؟ كابتن وليد عزت وكابتن وليد وصفي. بالظبط، كابتن وليد عزت وكابتن وصفي. تمام. دول المسؤولين عنكم انتوا كفني. خلصتوا مع الفريق الاول؟ هل اتمرنتوا لوحديكم 2003 ولا كملتوا مع الدرجه الاولى؟ اتمرنا مع 2000، كان في الدوري بتاع كمان اتمرنتوا مع 2000 اكبر منكم. اكبر مننا برضو. كان في الدوري برضو الحمد لله كسبناه. احنا بادئين فرقه عدد من بدري قوي، من الفيرست تيم. لعبنا كاس مصر برضو، بعد كده نزلنا على 2000، بعد كده دلوقتي 2003. حلو، والحمد لله خدناه. وفي الدوري بقى بتاع عمومي. انت عارف يمكن اللي قواكم اكتر ان انتوا اتمرنتوا الاعداد اللي فات مع الاكبر منكم. بالظبط، يعني احنا لما لعبتوا مع سنكم بقى الموضوع عادي. بالظبط. طب خلينا كريم اكلمك عن البطوله، يمكن كانت ماشيه ازاي يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين لعبتوا ايه الاول وبعد كده فين وبعد كده فين، يعني مشيل البطوله كده ماتش ماتش. هو زي ما علي قال ان احنا كنا يعني السنه اللي فاتت ربنا ما كتبلناش المكسب، فاحنا كنا من السنه اللي فاتت واحنا بنفكر كل يوم في البطوله دي ان احنا لا لازم نرجع تاني، لان احنا كنا زي ما كان قال ان احنا بقالنا 3 سنين بناخدها. فبدانا الحمد لله بدايه قويه، يعني احنا الدور الاول نزلنا كسبنا كل الفرق سكورات، يعني حتى المنافسين بتوعنا هليوبلس والشمس كانوا في المجموعه معانا. لا هو الدوري من دورين يعني، البطوله كانت رايح جاي. دورتين مجمعتين يعتبروا مثلا، او بتلعب رايح، مش دورتين مجمعتين، بتلعب دورين وبعد كده بياخدوا الاول. صح. نقطة. مين بقى اللي كان معاكم بيلعب معاكم؟ لا هو كلنا بنلعب بعض، مش متقسمه مجموعتين. خمس ست فرق. انا فاهم. مين بقى الفرق؟ هليوبلس وشمس هم اللي بينافسونا يعني. اهلي، هليوبلس، شمس، معادي، جزيره، معادي، جزيره، والصيد. والصيد يعني ست فرق. لعبتوا 10 ماتشات. بالظبط، صح كده؟ طيب ال 10 كسبناهم ولا لم نوفق في ماتش من الماتشات؟ الدور الثاني انا كنت لسه بقول لحضرتك ان احنا بدانا بدايه قويه، كسبنا الخمسه الاولانيين. يعني حتى اقرب المنافسين لينا هليوبلس شمس، الاثنين كسبناهم فرق 4 كتير. فلما الدور الثاني برضه الحمد لله كسبنا كل يعني كل الماتشات ما عدا برضه الماتشين دول، كنا احنا في اخر البطوله خلاص يعني شبه حسمنا الدوري. ما فيش مشكله، المهم في التوتال انت خدت البطوله. هو ده اللي يهم. يعني مش بالقطع هي. انتوا في الدور الثاني بقى خسرتوا من هليوبلس؟ خسرنا، احنا كسبناهم الدور الاول عندنا فرق 4، لما لعبناهم هناك خسرنا منهم فرق جونين وتعادلنا مع الشمس بس. فبالنقط احنا ابطال الدوري. يعني وحتى لو كان لا قدر الله مثلا تعادلنا في النقط برضه فرق مواجهات مباشره احنا كسبانينهم فرق اكتر. طب مين التاني اللي بعدوك خد هليوبلس؟ هليوبلس الشمس التالت. صح، عشان هي يمكن هليوبلس كسبتكم انما الشمس اتعادلت معاكم، يعني فوز يعني مجمل بينكم انتوا الثلاثه كده، الاهلي، هليوبلس، الشمس. والمواجهات ما بينهم بقى يعني هم الشمس كسبت هليوبلس دور اول، هليوبلس كسبت دور ثاني فرق اكتر. الشمس وقعت ماتش مع الجزيره تعادلوا فده عطلها. بالظبط. طيب اصعب ماتش يعني في العشر اللي احنا لعبناهم، اصعب ماتش وكان حماسي وعصبي بتهيألي هو الدور الاول، بتهيألي هما ماتشات بتهيألي. اصعب ماتش والاكتر ماتش انتوا حسيتوا ان هو كان هو ده عنق الزجاجه؟ يعني يمكن ماتش الشمس الدور الاول، لان احنا كنا داخلين حاطين عنا هليوبلس يعني هم اصحاب البطوله، لكن الشمس كانت كويسه مستعده. وهو الجيل ده هو اللي بيلعب عمومي وكانوا فازوا مركز ثالث في الكاس فكويسين. فنازلين لا لازم عاملين لهم حساب، لكن الحمد لله قدرنا نكسب فرق يعني. طب الهليوبلس والشمس عملوا ايه في الدور الاول؟ الشمس كسبت.
كسبت هليوبوليس على ارضها. اه فعشان كده انتوا ماتشكم مع الشمس كان هو يعتبر في الدور الاول. انا بستحضر الموقف اللي انتوا كنتوا فيه في ماتش الشمس، كان هو ولا اي حد بين المتصدر. برافو عليك، صح. فعشان كده ده ياكد كلام علي انه انتوا فعلا ماتش الشمس بتاع الدور الاول لو انت كسبته اللي وانت كنت، طب انت كنت لاعب هليوبوليس قبل الشمس؟ اه وكنت كسبها بالظبط. انا فهمت ليه كان الماتش ده. انت خلاص كسبت هليوبوليس والشمس كسب هليوبوليس، فانت داخل على الشمس مين اللي هيبقى الاول؟ هو ده الماتش اللي خلانا نخش الدور الثاني مرتاحين. مرتاحين؟ لا ده انتوا مرتاحين قوي بالظبط. ان هو ده يعني هو زي ما بقول لحضرتك، البدايه يعني القويه هي اللي خلتنا في الاخر يعني الحسابات صعبه ان احنا ان شاء الله يعني الدوري يضع من ايدينا. طيب هنقول ماتش الشمس الاولاني خلص قد ايه؟ 12-8 فرق 4. وبرده انتوا ما خسرتوش منهم في الدور الثاني، انتوا تعادلتوا. فده يدل ان انت ماتش هليوبوليس اللي انت خسرته الدور الثاني ده ممكن يكون بدلك. بالظبط. هو مش يعني هو الفكره ان احنا كنا نازلين، احنا كنا كسبنا الماتش ده كان خلاص احنا الدوري ليدنج في الاول، فكنا نازلين طبعا هليوبوليس بنلعبهم في على ارضهم، فنازلين واخدين حماس بزياده. واللي هو لا احنا هنخلص البطوله النهارده، فده جايب اثر اثر عكسي. بالظبط. شديته بزياده. بس احنا كنا ليدنج برضو في الاول، يعني احنا اصلا كنا لحد الكورت تاني 4-1 لينا. فالظاهر يعني خلاص بقى الناس هديت شويه، خلاص بقى الدوري بتاعنا. يعني هو ليه ظروف خاصه، انتوا داخلين اوفر يعني بريشرايزد على الماتشات العاديه عشان تخلصوا، وفي نفس الوقت راح جاي قدمته فحصل ريلاكس يعني ضربت في خلاط حلو كده اثناء الماتش يعني. فطبعا ده كان بس ده اللي ويكو الحقيقه تبان مع الشمس، لان هي في اقوى فريق يعتبر في هم اللي كانوا يعني اقوى اللي فرقه كانوا اجهز. هو دايما المنافسه بين احنا وهليوبوليس والشمس. طيب خلينا نتكلم عن مراكزكم. انت جول كيبر صح؟ انت يعني كلمني عن تاريخك بقى مع النادي الاهلي، بدات امتى وايه اللي خلاك تلعب ووتر بولو، وايه اللي خلاك تلعب جول كيبر؟ لانه مش اي حد ينفع يلعب جول كيبر. انا بدات ووتر بولو من 8 سنين تقريبا ما شاء الله. كانت مامتي شافت اعلان في النادي عن الاكاديميه ووتر بولو، فدخلتها لي يعني بنيه ان انا اتمرن بس في الصيف كده، ان انا يعني انت بديت ووتر بولو على طول؟ ما بديتش سباحه الاول؟ ما كنتش سباح. لا خلي بالك انت اول واحد اشوفه كده يعني. كل ووتر بولو كانوا سباحه يعني الاول، ما بقول حاجه دول كورس سباحه. هو يعني مامتي شافت اعلان الاكاديميه فبحيث ان انا اتمرن بس في الصيف وانا في الاجازه. فاتمرنت بعد كده في مدرب شافني. في الجزيرة ولا مدينة نصر؟ كنا في أي جزيرة. جزيرة تمام. في مدرب اسمه كابتن شريف شافني، فهو تقريبا حاسس ان انا اطرافي طويلة شوية، فجي قال لي اعمل مقص كده مقص كده بتاع. فبعد كده قال، كان ساعتها كابتن عمرو ممدوح مدرب حراس المرمى، قال له لا ده يبقى جون وكده. طب لا استنى، انت كنت بدأت تلعب ووتر بولو ولعبت ووتر بولو على طول، طب ازاي كنت بتعرف تعوم؟ لا انا كنت بعرف اعوم يعني، انا كنت متعلم السباحه لكن مش في فرقه السباحه. اتعلمت سباحه بعد كده خلاص. مش دي على فكره دي كده. انا شايف دي بصراحه صعبه. انت لعبت سباحه الاول صح؟ يعني شوية. لعبت كذا حاجه يعني قصدي اقول لك ان انت اول حد يجي لي من الووتر بولو والمسافات الطويله، مسافات طويله بيبقى بادئ قصير وبعد كده يقلبوه طويل. ووتر بولو يلعب يكون بدا ووتر بولو لا ومش كده وبدا جون. انا كنت في الاول لعيب بس بعد كده المدرب خلاني الجون، وبعد كده بقى الحمد لله دخلنا الفرقه ومع الفرق الاكبر مننا ما شاء الله. بعد كده الحمد لله مع منتخب مصر ال 16 سنه انت رحت مع منتخب مصر. خدنا بطوله افريقيا. خدنا بطوله افريقيا هنا، لعبنا هنا ما شاء الله والحمد لله. اخدت احسن حارس مرمى في ثلاث بطولات. لا مش في افريقيا بس، يعني كذا مره في بطوله كاس مصر والدوري ثلاث مرات اخدت الحمد لله حارس مرمى. تلعب على الفريق الاول؟ بتشارك بانتظام وكده ولا لسه ما خدتش فرصه؟ لسه ما يعني مش انا الحارس الاول يعني، بس بشارك معاهم الحمد لله. مش مشكله، المهم بتشارك بس هتيجي. انتوا كام حارس في الدرجه الاولى بيطلعوا؟ احنا اربع حراس. طب بتسجلوا كام في سكور شيت في الماتش؟ اثنين ولا؟ اثنين بس. اثنين بس انتوا اربعه في الدرجه الاولى. طب نفس الكلام يا علي، ليه ووتر بولو ابتديت ازاي؟ هو انا ابتديت سباحه عادي. ايوه في الجزيره ولا مدينه نصر؟ لا في الجزيره. تمام. بس يعني مش بعلق ميداليات او كده بس كويس. بس كان لازم فلا يعني فكان لازم يعني والدي ووالدتي قرروا لا احنا نشوف له حاجه ثانيه ممكن نبقى مميز فيها. فلعبت هاند بول. ايه ده؟ هاند بول بس هم زي شكل بعض. هي دي البدايه. هاند بول على الارض وكده في الميه. ان انا كنت يعني طلعت اشول بقى، انا ما كنتش اعرف. انت اشول كمان، انت وينج صح؟ انت وينج الشمال بقى. وينج يمين ولا شمال؟ لا يمين. يمين عشان يمين بيلعب شمال عشان تلعب لجوه صح؟ تمام. بس فلعبت هاند بول زي الهاند بول. لعبت هاند بول وسباحه فتره،
فالهاند بول كانت يعني لما دخلت ودخلت الفرقه، دخلت الاكاديميه اللي هي المتميزه، كانت في مدينه نصر بقى. اكاديميه متميزه فين؟ في الهاند بول؟ اه تمام. عشان اشول، هم كانوا بياخدوا الاشول والجون والطويل. اه كان فيها كده برضه من بره ب 9 متر يا باشا. الاشول ده عمله نادره في اليد. بنزل اشوط. اه بس ف ودخلت الفرقه، بس الفرقه طبعا كانت يعني معموله بقى لها 3 4 سنين. انت داخل صغير. فانا داخل في حاجات كتيره ناقصاني. اتفرمت. بالظبط. فلا هم برضو مش مبسوطين. مش ده اللي احنا شايفينك فيه. بالظبط. وطبعا يعني ساكن جنب اهل الجزيره، بضرب المشوار كل يوم لمدينه نصر. وفي سباحه في اهل الجزيره. فحسوا ان انت مش بالظبط. مين اللي قالك بقى خش ووتر بولو؟ هو انا اخويا الكبير كان بيلعب ووتر بولو. حلو. طب ما كويس. فهم يعني انا ما كنتش بحبها خالص، اللي هو لا دي ووتر بولو وعنيفه. بالظبط. فيعني نزلت جربت، انا بلعب هاند بول وسباحه ميكس. بالظبط. يعني هي بالظبط بتفصلها عليك. نزلت حتى حبيتها بقى لما لعبت. جدا. بالرغم العنف اللي فيها يعني. انت في الهاند بول بيقولوا عليها عنيفه وبتتلعب على الارض. هو اللي بيحصل في الهاند بول، هو اللي بيحصل بس في الميه. بالظبط. وانت عايز فالدنيا صعبه. انت حبيتها. يعني وقعدت فتره يعني بلعب هاند بول ووتر بولو والسباحه، بنزل بطولات لحد ما لا جت فتره. ده انت كنت بص. ما كنت كل اليوم كله تمرين. فلا جت فتره لا لازم نحدد. طب. بسم الله الله اكبر. انا وهو كان طب برضه، احنا الاثنين طب اصل عين. اصل عين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ده انا قاعد معايا دكاتره. يا جماعه بسم الله. شو يعني؟ بس عايز اوريكم بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني منتخبات مصر ووتر بولو وطب، مفيش حاجه مستحيله. وعلي بيقول لي كنت بلعب تلات العاب، عشان لما يجي لي حد يقول لي اصل الرياضه بتعطلني على المذاكره انا مش هصدقه. انا مش هصدقه. ودي حجه. عمر ما الرياضه بتبطل يعني. يعني احنا انت في سنه كام دلوقتي يا كابتن؟ في ثانيه. طب ما شاء الله. لا هو يعني الرياضه بالعكس بتشجعنا على المذاكره كمان، لان في ساعات في ناس من كتر القعده في البيت انا خلاص مش عارف اذاكر، مخنوق بتاع. انما انا طول ما انا يعني بنزل كل يوم التمرين بفصل مثلا، انا عندي تمرين الساعه 9 فانا لازم اخلص مذاكره دي قبل ما انزل. انما لو اليوم كله انا قاعد ماليش حاجه ممكن اقعد اجل شويه، لا خلاص ما اليوم طويل. انما طول ما انا مستعجل ورايا تمرين ورايا ماتش دايما يعني ببقى بخلص اسرع. الله ينور عليك. وانت نفس الكلام علي. بالظبط. يعني الاثنين يعني لازم يمشوا في اتجاه واحد، اللي هو انا ما ينفعش اهتم بدي قوي. بالظبط. واهتم بدي لا، لازم ادي دي حجمها ودي حجمها. طب انت ثانويه عامه كنت يعني ناشونال ولا امريكان؟ لا كنت اي جي. اصعب كمان. انت كمان خدت الطريقه اصعب. وانت نفس المدرسه برضه. احنا نفس الطريقه. والله برافو عليكم يا اولاد، والله برافو عليكم بجد. يعني برافو عليكم. يعني خلي بالكم ده انا فكره انا مهندس برضو يعني، دخلت في القصه دي وشفت المعمعه دي. بس انتوا الوقت ده صعب يعني. انت ما شاء الله عليك تلعب ثلاث العاب، وانت كمان تلعب يعني جون وتغير العابك وتروح وتشارك بالتمرين ومنتخبات وتخش طب. لا دي حاجه الله اكبر. طب انتوا عندكم فريق جامعه ولا مفيش؟ المفروض يعملوا. لو ما عندهمش يعملوا يعني. انتوا الاثنين موجودين. في حد تاني معاكم؟ معانا في جامعه القاهره محمد وليد عزت. بس لا بكلم طب. لا طب انا دوري الكليات الاول وبعد كده دوري الجامعه. ما عملوش دوري الكليات، هم عملوا دوري الجامعه. هو مفيش غنى وعلي في الكليه تقريبا. طيب وبقيه طب وبقيه الجامعه فيه فرقه كتير؟ في محمد وليد عزت في جامعه القاهره برضو معانا. ومحمد وليد الخولي ما شاء الله. لعبتوا ماتشات في الجامعه ولا ما لعبتوش؟ لعبنا بس يعني ما كسبناش البطوله. مش مهم، المهم شاركته. دي كانت مهمه جدا. نرجع تاني دور الجامعات بس انا يعني انا بحييكم وبهنيكم بصراحه ما شاء الله. واكيد يعني اسركم تعبوا معاكم جدا جدا. طيب انا لازم اروح للاسره، لان طبعا ما يبقاش معايا ناس ناجحه كده رياضيا واكاديميا يعني الا لما اسالهم. يعني هبتدي معاك يا علي. يعني دور والدك ووالدتك ايه؟ كانوا معاك في المشوار ده؟ يعني طبعا تعبوا معايا جدا من ساعات مثلا من كل حاجه، اللي هو هم بيوصلوني مدينه نصر يلا ارجع عشان عندنا تمرين فجر في الجزيره، يصحوا معايا يودوني سباحه. فلا طبعا. اكتر تعب معاك بابا ولا ماما؟ لا الاثنين بجد الصراحه. والله واخويا كمان تعب. الثلاثه تعبوا معايا دايما. لما بيجي معايا الولاد كانوا يقولوا لا ده ماما اللي بتتعب، يجوا البنات يقول لك لا ده بابا اللي بيتعب. البنت حبيبه باباها، والابن بيبقى دايما شايف مامته يعني اعظم. حتى انت بالنسبه لك كريم؟ لا انا بابايا ومامتي بصراحه كانوا فين معايا دايما، وبالذات بابايا بصراحه. يعني هو كان دايما كل التمارين بيوصلني ويقعد يتفرج. يعني حتى معروف في النادي عندنا ان هو خلاص هو قاعد بيتفرج على التمرين والماتشات، فهو بقى يفهم كره ميه من كتر ما هو تتفرج يعني. طبعا. 8 سنين فرجه بقى. بيناقشوا ودايما كان يقول لي اللي هو يعني لازم ابقى ماسك العصايه من النص، يقول لي ما التمرين. حد من والدك ووالدتك دكاتره؟ لا
بابايا ضابط مهندس ومامتي لا مش دكتوره، انا الوحيد في العيله اللي دكتور اصلا. دكتور. وانت نفس الكلام؟ نفس الكلام، والدي مهندس ومامتي محاسبه. دخلت طب؟ يعني دخلته حتى مشوار صعب، لان هو لما بيكون في حد في العيله طب بيساعدك مش واحده. دي مشكله فعلا، ما بنلاقيش حد في العيله خالص. يا طب خلينا نتكلم كده يومك، عشان برضو الساده مش خلي بالك، انت دلوقتي بتتفرج عليا او يعني معايا، في ناس بيتفرجوا علينا اطفال صغيرين شايفينكم دلوقتي وهياخدوكم مثل اعلى ان شاء الله. خلينا نتكلم عن يومك مثلا يا علي، تصحى من النوم الساعه كام؟ بتروح جامعتك امتى؟ بتروح تتمرن امتى؟ احكي لي يومك كده من اول ما تصحى لغايه ما ترجع تنام. يعني هو ساعات بيبقى فيه مثلا، يعني اول حاجه الصبح، ساعات بيبقى فيه تمارين الصبح 6 مثلا 7 الصبح. يا ساتر. بعد كده بيبقى فيه يعني ممكن لو في كليه بروح وكده، وبرجع انام مثلا شويه او اتغدى او انام واصحى اذاكر شويه، بعد كده التمرين بيبقى على حسب 7 أو 9 بس، وهكذا بقى. ترجع من التمرين لو في وقت تذاكر مفيش تنام، بالظبط السايكل دي. وطبعا اوقات الاوف ومفيش حاجه اسمها ان انا مش هذاكر النهارده، انا مفيش حاجه اسمها طب انا خلصت مذاكره دي. وانا خلصت بالظبط. فانا كل يوم بذاكر، ما ينفعش مفيش يوم ما يوم الاجازه ده انا مش هخرج مثلا، انا هقعد اذاكر برضو عشان اعوض. انت حارم نفسك حتى من خروجاتك مع اصحابك، لان انت في وقت بيضيع مع التمرين. فانت اليوم الاوف اللي بتاخده من التمرين لازم اقعده 24 ساعه في البيت بذاكر. اكيد يا كريم نفس الكلام. هو مفيش وقت، يعني مش عشان خاطر انا عايز احرم نفسي او انا مش عايز اخرج او كده، بس هو مفيش وقت. وكمان بيبقى فيه يعني اوقات يعني الاولويه لحاجه معينه، يعني مثلا وقت البطوله خلاص مش مشكله، يعني اجي على الجامعه شويه. وفي دلوقتي كمان بعد الكورونا بقى فيه كل حاجه اونلاين. فخلاص مفيش حاجه اسمها بقى ليكتشر تفوتني بقى ممكن ما اشوفهاش، لا عادي موجوده اونلاين ممكن ادخل اشوفها في اي وقت وكده. نفس الكلام مثلا لو في فتره لو في امتحانات، عندي امتحان بكره خلاص مش مشكله، ممكن النهارده استاذن من التمرين لو البطوله مش قريبه او كده. تقيمها بالظبط، يعني اولويات. ايه بالظبط، انا لسه الاولويات. الناجح اللي بيرتب اولوياته صح، انا وجهه نظري كده. بالظبط البني ادم الناجح، وبقولها يعني، وانا رتب اولوياتك صح. لو رتبت اولوياتك الحياه كلها ترتيب اولويات، ولما تعمل حاجه منهم تعملها باخلاص عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. طيب هتكلم على دور كابتن وائل عزت وكابتن وليد عزت وكابتن وصفي، لان الثلاثه الحقيقه يعني عاملين جهد جبار ومتابعين كل صغيره وكبيره في القطاع. ايه ابرز التوجيهات اللي بيديها لك مثلا كابتن وائل، كابتن وليد، كابتن وصفي؟ ايه اللي دايما بتحس ان هم بيشتغلوا عليك فيه ودايما بيوجهوك فيها كده؟ كابتن وصفي دايما، يعني هو اصلا كان معانا من سنتين كمان، هو كان ماسك الفرقه. فهو احنا خلاص خدنا على هو حافظنا يعني. طبعا كابتن وليد برده يعني حافظين كل كبير وصغير في النادي. امبريلا. يعني هو كلنا خلاص بقى لنا فتره طويله شغالين مع بعض، فهو خلاص كده يعني كل التوجيهات متكرره. ان احنا خلاص نفس العناصر هم اللي بيطلعوا 2000، هم اللي بيطلعوا 2000، هم اللي بيطلعوا الفيرست تيم، نفس فتره الاعداد، نفس تمرين صبح وبالليل. فهو خلاص يعني الدنيا الوقت بيعيد نفسه. طب انت حاسس ان انت محظوظ تلعب في الاهلي؟ اكيد طبعا. يعني حاسس ان انت ان دي نعمه فعلا. يعني انا ليه بقول كده؟ عشان نشوف او الناس تشوف رد فعل اللي تربوا جوه النادي الاهلي. شايف ان دي نعمه ان انت فيها؟ اكيد طبعا. وبتفرق كمان، يعني انا بحسها لما مثلا اجي بكون في مكان اعرف نفسي لعبت البولو بتلعب فين، في الاهلي، فالنظره بتختلف. طبعا اكيد طبعا طبعا طبعا. برافو عليك، ودي حاجه كويسه. نفس الكلام علي، انت حاسس ان انت بتلعب في النادي الاهلي دي حاجه فاليو كبيره؟ طبعا، يعني حاجه كبيره ليا طبعا. يعني من وانا صغير انا متربي في النادي، فاللي هو بيتي التاني. بالظبط صحيح. عايز تتخصص ايه في طب؟ والله لسه بدري يعني، بس يعني يعني ايه اللي انت بتحبه؟ انا الصراحه انا بحب الرياضه عامه، يعني عظام ممكن يعني ممكن بس ده دلوقتي، يعني دلوقتي ممكن بعد كده لما صغيره لسه. كريم، ما هو عشان لسه احنا دلوقتي في السنتين ونص اللي هم الاكاديميك، لما ندخل بقى في الكلينيكال ممكن اشوف ممكن اشوف بقى هي ايه المواد اللي ممكن احبها اكتر يعني. بس مش عارف احدد بصراحه ان شاء الله. لا لسه العمر ليكوا تحددوا براحتكوا. طب علي هجي لك، ليك امال وطموحات. خلينا نتكلم في اللعب الاول. خلاص اكاديميك احنا عارفين دخلتوا السكه الطب ان شاء الله 7 سنين 6 سنين وسنه امتياز، ربنا معاكم ويعينكم. هنتكلم عن الرياضه، امالك وطموحاتك، عايز تحقق ايه؟ والله يعني احنا تركيزنا دلوقتي او تركيزنا كمان احنا والفرقه كلها الفيرست تيم، ان احنا ان شاء الله دولي. نفوز بالدوري ان شاء الله. بدات وان انا اشارك يعني بنسبه كبيره في كام واحد اشول في الفريق الاول؟ هو انا بس. بسم الله الله اكبر ما شاء الله. فانت كده اكيد بيعتمد عليك. بالظبط. لازم ابقى مركز كمان اكتر بزياده. يعني ما فيش حد اشول، يعني انت لما بتطلع الملعب بينزل حد يلعب وينج يمين بايده اليمين. بالظبط. فبتبقى اصعب. انت الدفاع كمان عليك بايدك الشمال بيكون اصعب الدفاع صح؟ ولا هي في المي في في مش في انا بقف على واحد ايمن، فهي بتبقى مش فارقه كتير مش بتبقى فارقه كتير. لان هو اللي بتبقى اصعب على اللي بيلعب بيمينه، لان هو اللي بيلعب بيمينه
هو ممكن لا هيضطر يدفع شماله فبتبقى طب اصعب هسألك شويه. في حاجه علي، ويمكن دي حاجه شائكه شويه ناس كتير جدا بتتكلم فيها، انت في طب، هل لو جات لك فرصه منحه خارجيه في امريكا وتدرس طب برضو بره وكام ده او في انجلترا، هل ده بيحصل في الوتر بول الاول؟ آه لا ما بيحصلش يعني مش خالص، ما حصلش خالص. ونادرا ما حد يحترف ووتر بولو، حد يحترف في الوتر بولو مش كتير انا يعني. فاكر زمان ايام جورج موريس واللعيبه دي طبعا طلعوا لعبوا في اوبروس، في لعيبه كتير جدا كانت بتلعب في يعني اوبروس. احنا الفتره دي الجيل ده يعني ما فيش، هم ما فيش لان انتوا ما بتشاركوش 3 4 بالنظام عالميا يعني. بطولات العالم دلوقتي بتبقى الناشئين بس، وكمان يعني ما بقناش نشارك فيها كتير يعني. هو اخر كاس عالم اللي انا يعني لعبته كبار من ما بيشاركوش 2021 بس. ما فيش كبار بيشاركوا. لا ده دلوقتي كمان حتى الصغيرين ما بقوش يعني. السنه دي في كمان كاس عالم بتاعنا ما 20 سنه بس للاسف منتخب مصر مش طب مشارك فيه. افريقيا، افريقيا احنا فيها ايه وضعنا؟ لا هو ما بيعملوش بطولات افريقيا، هو في كان يعني اللي بيحصل قبل كده بتتأهل ان ازاي؟ هم بيعملوا تصفيات، مش بطوله، بيعملوا تصفيات افريقيا والفرقتين بيتاهلوا بقى لكاس العالم، اللي هم في الغالب بيكونوا مصر وجنوب افريقيا. ساعه 2019 يعني عملوا بقى منتخب 16 سنه اللي هو منتخبنا، قالوا هنعمل بطوله افريقيا لاول مره، تبقى بطوله بميداليات بجوائز تمام. وكل الكلام ده، وكانت عندنا اتلعبت هنا في مصر حصل في ايه؟ الاستاد، ما خدناها. كسبناها الحمد لله. طيب ورحنا بطولة عالم وعملنا ايه في بطولة العالم تفتكر؟ لا ساعتها ما رحناش، عملوا بطوله بس ما رحناش بطولة عالم. ما رحناش للكاس العالم. فيمكن الووتر بولو انتم مظلومين شويه في حته ان ما فيش بطولات مفيش دوليه مشاركه دوليه هي كتير قوي يعني. الاكثر. هو طب عربي، طب في نشاط عربي؟ بلاش بطوله عربيه، بلاش بطوله افريقيه ولا في بطوله بطوله عالم. عربيه اتلعبت بس يعني السن اللي اصغر مننا السنه طب دي على المستوى المنتخب 2006. الكبير لا مفيش، ما لعبتوش؟ بيحاولوا يعني كان في بيحاولوا بس يرجعوا ما ما تلعبتش. كملتش تقريبا هكذا. طيب يعني انتوا من حكم بتاع اللي بتشوفوا ايه ابرز جنوب افريقيا، في افريقيا العرب مين في احسن فرقه عندنا فيها او من الناس اللي ممكن تنافسنا او الدول ممكن تنافسنا؟ ما تعرفش صح، لان ما فيش لا دوله بطوله فعلا عالم دوليه. هو يعني في افريقيا، ممكن جنوب افريقيا الكويت، وزيمبابوي. الكويت ممكن، ممكن شويه الكويت لانه يعني اتلعب عندهم كاس عالم من كام طالما سنه تلعب كاس عالم 2019، يبقى ابتدوا يركزوا على كويس. اللعبه شويه. طالما تلعب كاس عالم يبقى هم بالظبط. عندهم بيركزوا في اللعب. طيب خلينا نتكلم عن الاعداد بطوله يعني خلاص احنا وقتنا قرب، بس عايز اعرف بطوله الدوري هتتلعب امتى؟ شهر 3 ان شاء الله. يعني شهر ده 3 خلاص، ده احنا على الابواب. بالظبط، يعني هتلعب قبل رمضان ان شاء كمان الله. شهر تقريبا. هيبقى نظامها ازاي؟ لا لسه لسه ما اللائحه فيش نظام، بتنزل قبليها لان يعني. في نظام جديد السنه دي ايه بس بقى؟ بلاي اوف؟ يعني كذا بلاي اوف وماتشات كتير يعني. ده اللي احنا فاهمينه ان هيبقى في ماتشات كتير قوي اللي هتتلعب، بس لسه ما فيش حاجه اللي هو ده اللي ده خلاص ده اول لما نقرب شويه الفاينل. اللائحه والجدول هينزلوا ان شاء طيب الله المنافسون في الفريق الاول في الدوري يعني دي البطوله الاهم اللي فاضله، اكيد. هليوبلس، هليوبلس جزيره، والجزيره، شمس والجزيره اخبارهم ايه؟ جيل 2003 اللي بيلعب طلع. النهارده هم دول برضو بس داخلين على في المنافسه، بس هم ده يعني دايما الاقرب. لسه هليوبلس صغيرين هم والجزيره بس السنه اللي يعني في الكاس السنه دي الشمس هم اللي خدوا ثالث كمان. يعني كده انت عندك في بس هم اقواهم هيبقى هليوبلس والجزيره الجزيره، والشمس. الجزيره لو في يعني لو في قوتها يبقى هم وذات الجزيره ان هم اصحاب الدوري السنه اللي عملوا. فاتت. طب يعني شايفين السنه دي الدنيا ايه ان شاء الله؟ ممكن نعمل حاجه يعني؟ باذن الله ان شاء الله. احنا شغالين بتمارين كتيره جدا طبعا يعني. كابتن وليد يعني تعبان معانا اول فتره طبعا دي، مفهوم وشغالين صبح تمام. وبالليل في الاجازه دي كنا شغالين صبح وبالليل وكل حاجه بس، وان شاء ان الله شاء يعني الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله تكسبوها. خلي بالك ان شاء الله. انا زي يعني زي ان شاء الله الكاس يعني انتوا كجيل 2003 زي الفل، لما انضم عليكم الكبار ان شاء الله هتبقوا زي ان الفل. شاء الله باذن بشكركم الله. شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني ربنا الحقيقه يكرمك. يعني. انا سعيد بكم جدا طبعا، كريم السجيني او دكتور كريم طبعا، بشكرك شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتني يا كريم. وكل التمنيات ليك بالتوفيق والنجاح يا حبيبي. شكرا حبيبي. طبعا علي عماد الدين نجم فريق 2003 والفريق الكبير والاشهر الوحيد في الفريق الاول صح؟ بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده مع شابين ما شاء الله زي الفل في ووتر بولو، والحقيقه انجاز كبير، وخدوا كاس مصر 2003 وبيستعدوا مع الفريق الاول ان شاء الله لبطوله الدوري العام. كل الدعم لهذا الفريق وكل الدعم للقائمين عليه. بشكركم شكرا جزيلا، والحلقه الجديده من الابطال.